انفست جو، طريق جديد للاستثمار. في مجال الدراي كلين واللاوندري مفيش جديد، كل المجال بينظف بخار وبيزيل البقع وبيكوي، بس إيكلا قدمت الجديد وقدمت نقلة نوعية في المجال ده. إيكلا بتختلف عن أي براند تاني بأنها بتقدم خدمات متطورة وصديقة للبيئة، وبتقدم تنظيف المكاتب والشركات، السجاد والستائر والصباغة، وبتقدم موظفين مهرة ومدربين بشكل عالي، كما تهتم بمظهر الموظفين وتعتني جيدا بتغليف الملابس بطريقة مختلفة وجودة عالية مما يتناسب مع طبيعة عملائها. لكن مش بس ده الجديد، إيكلا فتحت السوق ده مع أول فرع في إبريل 2019 في كومباوند مفيدة، بعده بفترة قصيرة تم افتتاح الفرع الثاني نوفمبر نفس السنة في كومباوند نيو جيزة، وتالت فرع في يونيو 2020 بداخل كومباوند أب تاون كايرو، وخلال عام واحد تقريباً تم افتتاح تلات فروع في مناطق مميزة جداً. إيكلا أول براند مصري بيقدم خدمة بمواصفات عالمية تناسب عملاء الكومباوندز والمجتمعات الراقية. خطة النمو في إيكلا طموحة لإنشاء سلسلة من الفروع تخدم القطاع المتنامي لسكن الكومباوند في مصر، وده نظراً للطلب المتزايد على الخدمات المتميزة من النوع ده في المناطق الراقية. إيكلا مشروع جديد ومربح وطموح.